كلمة لله أبوك هذه وردت بها السنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، وهذه جائزة لأن معناها هو الإعجاب والثناء، وأصلها أبوك لله حيث أنجب مثلك، وتكون كلمة الله مضافة إلى الله عز وجل باعتبار إضافة المخلوق إلى خالقه وهو الله عز وجل، فيكون فيه تشريف لهذا الأب. وهذه الكلمة تختلف عن كلمة متداولة عند البعض، وهي كلمة لا شك أنها قبيحة لا من حيث معناها ولا من حيث ظاهرها ولا من حيث لفظها، وهي كلمة الله أبوك. هم يقصدون أو يقصد بعضهم أنه يسب أبا هذا الرجل، فهذه لا تجوز لأن لعن المسلم لا يجوز. ثم أيضا كما هي مخالفة للشرع هي مخالفة أيضا من حيث اللغة، لأن اللفظ يفترض أن يكون أباك بالمفعولية، ولو لم يكن المقصود هو السب والشتم لأبي هذا الرجل فإنها لا تجوز، لأن ظاهرها ظاهر قبيح من أن الله جل وعلا أبو لهذا الرجل، الله أبوك، وهذا من حيث اللفظ قبيح. ولو أريد المعنى نسأل الله السلامة والعافية فهو الكفر الصراح. فإذا كلمة الله أبوك لا يجوز نطقها، سواء أريد بذلك السب أو لم يرد بذلك السب. أما قول لله أبوك فهذه وردت بها السنة كما سبق.